ماب نيوك تاون زومبي قادم مجاني للجميع قبل الحزمة الأولى. تابع الفيديو لتشوف كل التفاصيل. شارك حال شباب، معكم شاركي يا شاركي كيف جالكم فيديو جديد. طيب شباب، مثل ما بتعرفوا على آخر على مدى آخر فيديوين قلت لكم في شخص انطرد من الشركة وسرب أشياء كثير، فما رح أرجع أتكلم ليش انطرد وشو الأسباب. شوفوا الفيديوهات اللي قبل رح تعرفوا التفاصيل، بس اللي المهم إنه هذا الشخص سرب كثير أشياء عن اللعبة، ومن الأشياء إنه الحزمة الأولى سويت عنها فيديو كامل رح تكون بقصر مهجور من هالكلام، وبعدين سرب عن ماب نيوك تاون زومبي. قال انه 100% راح يكون في ماب نيوك تاون زومبي قادم، شافه بعيونه بس ما قدر يجربه، يعني لسه ما جابوا الفريق يجربوا اللعبه انه يلعبوها ويجربوا، لا بس شافه بعيونه انه الماب خالص، والماب لقصه الايثر طبعا مو القصه الجديده. وحكى الماب ما راح يكون من ضمن البلاك اوبس باس، الماب راح ينزل خارجي برا البلاك اوبس باس، فالناس متوقعين انه راح ينزل قبل البلاك اوبس باس، راح ينزل بشهر 12 انه نزلوا نيوك تاون العادي اللي هو نيوك تاون بروسيا، فانه بعد بشهر نفس الماب راح يغيروا ديزاينه ويعملوا نيوك تاون زومبي مجاني للجميع. فاي ولانه كمان طلعت تسريبات قبل لهذا الشخص ينطرد وتطلع المشكله كلها، كان طالع تسريبات انه في ماب نيوك تاون زومبي وراح ينزل قبل الحزمه الاولى، فهذا لما انطرد وطلع التسريبات تبعه قال ايه فعلا في ماب نيوك تاون زومبي، ما يدري متى راح ينزل، ما قال قبل الحزمه الاولى، قال ما يدري متى راح ينزل، بس اللي يعرفه انه راح يكون خارج البلاك اوبس باس، بما معناه اظن راح يكون مجاني للجميع. طيب فخلينا نتكلم عن الماب، ماب نيوك تاون زومبي 100% ما راح يكون نفس الموجود عنا ببلاك اوبس 2، ما راح يكون فقط نيوك تاون نلعب فيها ومثل ما هي بالضبط، لا متاكد 100% انه اخيرا راح نفوت بالبنكر يلي ودينا لتحت نيوك تاون. اللي ما يدري على ايام بلاك اوبس 2 كان في لغز البنكر الحديدي، كان في لغز انه تسمع شخصيه مارتن يتكلم معاك من ورا البنكر اللي هو البنكر اللي ما يدري اللي هو البوابه اللي تودينا لتحت ماب نيوك تاون، فاكيد بهالماب راح يخلونا ندخل جوا هالبوابه وننزل تحت ماب نيوك تاون لسببين. اول سبب، كل مابات اللي شفناها ريماستر اللي هي بلود اوف ذا ديد و5 ضافوا عليهم اماكن جديده، 5 بالماب نفسه في اماكن جديده، وفينا نروح على اريا 51 يلي هي اريا 51 هي كمان لها علاقه بالموضوع الحين راح نتكلم، فينا نروح على اريا 51 منطقه الباك بانش من ماب مون. غير هيك بلود اوف ذا ديد في كثير مناطق جديده، ف 100% نيوك تاون زومبي راح يمدينا نروح للمنطقه تحت الارض، لانه مثل قلت لكم في سببين، السبب الاول من شو حكيته، والثاني انه بالبلاك اوت نيوك تاون عنا بالبلاك اوت فعليا عنا بنكر تحت الارض فينا نروح ونتمشى فيه وفينا نطلع منه على البحر. فاي ديزاين عندهم جاهز ما راح يتعبهم، مشان هيك اظن راح يعملوا ماب مجاني، ديزاين نيوك تاون جاهز والبنكر جاهز، فقط بدهم ياخذوهم ويصمموهم على ستايل زومبي، فمشان هيك قاعد اصدق هالتسريب اكثر فاكثر. وغير هيك البنكر اللي عندنا بالبلاك اوت كان في كثير الغاز بالزومبي جوا البنكر، فينا نسمع موسيقى لودينج سكرين تبع ماب ترانزيت موجوده جوا البنكر بدون اي تفسير، كانت موجوده هنيك، وعندنا كمان تحت البنكر لوحه الحرب العظمى او الملك الذئاب من ماب دير عايشن دراخ بنشوفها موجوده تحت عنا بالبنكر بدون اي تفسير، فاظن عم يلمحوا لنا انه هالبنكر راح نشوفه بالزومبي على ايام البلاك اوت. وهلا مثل ما شايفين تسريبات كلها عم تطلع وتاكد وجود ماب نيوك تاون زومبي. طيب باي شخصيات راح نلعب بالماب؟ طبعا ممكن نلعب شخصيات ترانزيت وممكن نلعب بشخصيات التيمس اللي هم الشخصيات الكبيره. في يوتيوبر ذا جيمنج ريفولوشن قال بكل اريحيه انه رح نلعب شخصيات التيمس، ما ادري من وين جاب هالكلام، بس هاليوتيوبر يعني نوعا ما معروف بانه يسرب كثير اشياء وعنده معارف من الشركه، فقال رح نلعب شخصيات التيمس اللي هم الشخصيات الكبيره، فاذا كلامه صحيح معناته انه بعد كلاسيفايد بعد ما الشخصيات الصغيره والكبيره اجتمعوا، شخصيات الصغيره قالوا للشخصيات الكبيره انه روح على نيوك تاون في شيء لازم تسووه بهالماب ونحن بدنا نسوي شيء معين، بعدين راح يلتقوا مره ثانيه ليجتمعوا بالمعركه ضد دكتور مونتي. طبعا من شوي قلت لكم انه اريا 51 لها علاقه بالنيوك تاون، نحن شفنا اريا 51 منطقه الباك بانش بماب كلاسيفايد شفناها ببلاك اوبس 4 زومبي. نيوك تاون زومبي هو موجود
بنيفادا بأمريكا، وكانت من كمان أرض للحكومة الأمريكية يجربوا عليها القنابل النووية. ونيفادا هي المنطقة نفسها اللي موجودة فيها أريا 51، ففعليا بالمنطق من نيوكتاون زومبي بنفس المنطقة اللي فيها أريا 51، وممكن نيوكتاون زومبي أصلا يكون جوا أريا 51 نفسها، فبالتالي نفس منطقة الباكا بانش والمنطقة اللي كان محبوسين فيها شخصيات ألتيمس بكاتسين كلاسيفايد. وغير هيك في شفرة سرية بتأكد لنا انه الأجهزة اللي دايمين فيها شخصيات ترانزيت بماب بلود اوف ذا ديد، هالأجهزة شغالة عن طريق الحفارات اللي موجودة بنيوكتاون. ما أدري كيف، بس هالكلام اللي بتحكي لنا عليه الشفرة، فإنه ممكن عن طريق لعبنا بماب نيوكتاون نصحي شخصيات ترانزيت بماب بلود اوف ذا ديد، ومنها يقوموا من نومهم بهداك الماب ويحرروا ممكن ركتوفن. ما عندي أي فكرة والله، لأن ركتوفن حسب الكلام طالع إنه مو ميت، عالقان بالجهاز اللي يسحب دمه بس لسه عايش. معلومات كمان شوي عن الماب، بنهاية ماب نيوكتاون زومبي ببلاك أوبس 2 بنشوف إنه في صاروخ جاي يضرب على الماب، وهالصاروخ كان جاي من القمر ليدمر الكرة الأرضية، إنه ماب نيوكتاون بعد أحداث ماب مون، فماب مون طلعت 3 صواريخ تفجر الكرة الأرضية، أحد الصواريخ كان موجه على نيوكتاون. فممكن بخطوات يعني من اللعب نرجع على البعد يلي دمرت فيه الكرة الأرضية، لأنه مثل ما شفنا بكاتسين كلاسيفايد تاكيو عم بيقول إنه نحن دمرنا الكرة الأرضية، بس نحن هون شفنا الكرة الأرضية ما فيها أي شيء، لأنه هم رجعوا على بعد أو عالم تاني ما تدمر من الصواريخ اللي هم سووها. فممكن ما بنيوكتاون لا، نرجع على العالم الأصلي يلي دمر، وبهذاك العالم في شيء معين لازم ناخده، حسب ما الناس عم بيجمعوا إنه أظن من نجمع أحجار، هالأحجار رح تساعدنا إنه نقطع دكتور مونتي، والأحجار هي حجر استافات أورجنس الأصلية. شفنا أول حجر منهم مع ركتوفن بكاتسين بلود أوف ذا ديد، وباقي 3 أحجار، فممكن أحد 3 أحجار هاي موجودة بالعالم الأساسي، بالعالم الأصلي اللي تفجر اللي هو البعد البداية، فممكن لازم نرجع لهونيك وناخده. ممكن بعدين ما بين زومبي للمستقبل ناخذ فيهم كمان حجرين، وبالتالي نقدر نقضي على دكتور مونتي نفس فيلم افنجرز لانفينيتي ستون، نجمع 6 انفينيتي ستون او اللي بيجمعهم بيكون عنده قوه عظمى، فيمكن بالزومبي نجمع 4 احجار اللي هم 4 استافات مشان نقدر نقضي على دكتور مونتي، لانه عرفنا من كاتسين بلود اوف ذا ديد انه اللي قاعدين نسويه لنقضي على دكتور مونتي مو على شادو مان. غير هيك لو تتذكروا اللودينج سكرين تبع ماب نيوكتاون من بلاك اوبس 2 كان في حفارات، ما فهمنا يعني مره شو هالحفارات، يعني في تلميع عليها جدا بسيط بتايم لاين الزومبي، بس ما كتير فهمنا شو القصه من ورا هالحفارات. وبعدين لما صار ينزلنا كوميك الزومبي، على نهايه كل كوميك كان ينزلنا لودينج سكرين جديد، وكان لماب اسنشن لماب موب اوف ذا ديد كان كل لودينج سكرين يغيروا فيه كليا، بس الشكل الخارجي يضل نفسه ما عدا ماب نيوك تاون زومبي. اللودينج سكرين كان نفسه بالضبط، الحفارات نفسها بس عامله زوم اوت، او يعني عم نشوفها من منطقه ابعد، فالحفارات هي الها دور، الها شيء جدا مهم للحين ما نعرفه. طبعا نحن نعرف انه عالم دكتور مونتي الكويس اللي ما في اي مشاكل اللي شفناه بنهايه ريفيليشن اسمه اغارثا، هذا العالم الكويس. اغارثا بالعالم الحقيقي برا الزومبي الحين يعني شيلوا مخهم من الزومبي، بعالمنا الحقيقي عنا اغارثا، او مو عنا بالفعل اغارثا، في نظريه عن اغارثا، واغارثا بالعالم الحقيقي هي موجوده بباطن الارض بمنتصف الارض، وعايشين فيها جنس غريب اسمه الفراليا. اللي متابع قناتي من زمان وتشوف الاشياء الغريبة عن الزومبي اظن فاهم هالكلام كله، بس اللي يعني متابعني من جديد مو من ايام الاشياء الغريبة عن الزومبي، الفراليا فيني اشياء يعني خارج عن عالم الزومبي، انه ناس ساكنين او يعني جنس موجود قبل البشرية وساكن بباطن الارض بمنطقة اسمها اغارثا، وبعدين بصت الزومبي ورجونا انه الفراليا هم الجيت كيبر ومن هالكلام. فممكن الحفارات الضخمة اللي عم نضل نشوفها بلودينج سكرين نيوكتاون عم تحفر لباطن الأرض، يمكن هناك في بوابة تودينا على أغارثا، لأنه النظرية الحقيقية أنه أغارثا في باطن الأرض، بس بعالم الزومبي أغارثا هي بعد اللي فيه دكتور مونتي الكويس، فبدهم يربطوا بين عالم الزومبي والعالم الحقيقي، أنه باطن الأرض بالبعد هداك هي الفتحة لعالم دكتور مونتي لأغارثا لنقدر نروح هناك ونقضي عليه. أو ممكن ماب نيوكتاون زومبي يكون فقط ماب نجمع فيه أحد الأحجار، والحجر هذا موجود بباطن الأرض اللي حجر الاستافات،
وعن طريقه فينا نقضي على الدكتور مونتي. في كتير احتماليات وكتير اشياء ممكن نشوفها بما بين يوكتام زومبي. احلى الشيء الحلو انه حكوا انه راح ينزل قبل الحزمه الاولى وممكن يكون مجاني للجميع بدون البلاك اوبس باس. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا كمان الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت ارائكم وبس. كان معكم شركيال وشركه كيشكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه.